مبنى السراي القديم هو أحد المواقع التراثية التي يعود تاريخها إلى زمن العثمانيين، حيث يقع في وسط بعقوبة شيد في نهايات القرن التاسع عشر وتم ترميمه عام 1914، ولا زال هذا الصرح شامخا إلى يومنا هذا، حيث شهد الكثير من القصص التاريخية التي مرت بها محافظة ديالى. مبنى السراي هو أحد المباني التراثية التي تقع في مدينة بعقوبة، الذي يعود إنشاؤه إلى نهاية الفترة العثمانية، وهو كان مقر الحكومة العثمانية في مدينة بعقوبة. وكان هذا المبنى في السابق يعود إلى الهيئة العامة للآثار والتراث، وحدثت عليه عمليات صيانة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، ولكن بعد ذلك أجرت عليه عملية تحويل ملكيته من الهيئة العامة للآثار إلى إدارة الحكم المحلي، والآن هو تحت إدارة الحكم المحلي متمثلة بمحافظة ديالى. من الشواخص اللي باقية في محافظة ديالى، تكاد هو الشخص الوحيد الأثري بمحافظة ديالى، هو بناية السراي القديم. هذه البناية يعني امتد عمرها أكثر من 100 عام، يعني قاربت على 100 أو أكثر من 100، تاريخ محدد إلها، يعني نجهل التاريخ المحدد لبنائها. تفتقر هذه البناية يعني لأبسط مقومات الحياة حتى تعود إلى طبيعتها، يعني مهملة من قبل دائرة الآثار، مهملة من قبل الحكومة المحلية. كان في وقت سابق مقرا لكبار القادة العثمانيين ومن ثم البريطانيين، أما اليوم أصبح يضم في جنباته الكثير من منظمات المجتمع المدني والنقابات واتحادات الصحفيين والكثير من الكوادر المثقفة، وسط إهمال جسيم لهذا الصرح الكبير. هذه البناية شامخة لحد الآن، يشغلها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، مثل نقابة الصحفيين ورابطة الإعلاميين ورابطة الصحفيين الشباب، رابطة الصحفيين الأحرار، اتحاد الأدباء الشعبيين واتحاد الأدباء والكتاب، وجمعيات حقوق الإنسان، ومنظمات خيرية أخرى من منظمات المجتمع المدني. للأسف الشديد هذه البناية رغم شموخها المستمر لحد الآن، إلا أنها تعاني من الكثير من قلة الخدمات والعناية بهذه البناية الأثرية. مئات المواقع الأثرية في محافظة ديالى، ومبنى السراي هو أحد هذه المواقع التراثية، مرت عليه أكثر من 100 عام ولا زال واقفا على أساسات هشة تحمل في جدرانها الكثير من الأسرار، أبرزها كل من حكم في هذا المكان رحل إلا هذا الشخص، بقي ليروي عنهم أغرب القصص.